السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم، بدنا نشرح أداة جديدة لتخطي حساب اي كلاود. نحل فيها مشكلة فيلد اللي بتصير في أداة روم اف دبليو. ياريت بالبداية إذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وعن جهاز زيه نو اكتف وعليه اي كلاود. هذا البرنامج بريو تولز تقدر تصلح منه تعريفات الدرايفر عندك اذا كان فيها مشكلة وانت مش شابك عليه جهاز. بيطلع لك هون خيار اسمه ريبير درايف، لو ضغطنا عليه يفتح لك هاي الخانة، تروح على ادفانس وبتضغط هون ان انستول ناو. بعد ما يخلص ويعمل ان انستول تضغط هون ريبير درايفر، بيحمل وبنزل التعريفات من اول وجديد عشان تتاكد انه التعريفات عندك امورها تمام. هاي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه نفتح الاداه، راح اترك لك اياها بالوصف. هاي الاداه الملف فيه ملفين، بتفك ضغط هدول الملفين. هذا الملف ممكن نحتاجه وهاي هي الاداه. نضغط على الأداة ونشغل الأداة. الأداة بدون تسجيل دخول، بدون أي يعني ما فيها لا تسجيل دخول ولا إيش. نفتح الأداة أداة مجانية طبعا، وبنعمل مباشرة تشيك ديفايس. هاي الواجهة انتم بتعرفوها من روم اف دبليو، نفس الواجهة. طبعا لغايه الان ما لقيت برنامج مجاني اقدر اساعدكم فيه لموضوع الشبكه، بس ان شاء الله راح اوجد لكم برنامج باقرب وقت. هون هاي نورمال مود، معناته الجهاز مدعوم. نضغط اوكي، نعمل كرييت اكتيفيشن مع الخيار الاول نو سيريال. اخذ الملف وحكى لي هون ادخل في وضع الديفيو مود. هاي الخطوه ركزوا عليها منيح. برجع على أداة 3U Tools، بروح على Tools Box، بروح على Enter Recovery Mode، بضغط Recovery Mode. هاي هيك عشان أحل مشكلة إنه ما حدش عارف كيف بده يدخل على Recovery Mode. عشان هيك نزل هاي الأداة مع الأداة الثانية عشان تحل لك أول مشكلة بتصادفك. المشكلة الثانية اللي بتصير مع الكل، مش عارف كيف يدخل على وضع Diffuse Mode، مع اني حكيت هسا احنا بوضع الريكفري، مع اني حكيت انه كل جهاز له وضع بيختلف عن الاخر. هلا جهازنا بوضع الريكفري، بدي ادخله من الريكفري الى الديفيو مود. اذا ما عملت الخطوه هاي ما اشي راح يزبط معك ولا اشي، لازم تعمل هاي الخطوه. ف تقدر تكتب مثلا ايفون 8 ديفيو مود، بيطلع لك طريقة دخول الايفون على الديفيو مود. يعني الايفون ممكن يختلف انه كبستين رفع الصوت والخفض مع الباور، جهاز ثاني الهوم مع الباور، كل جهاز بيختلف. هذا الجهاز خفض الصوت مع الباور، نضغطها لما تختفي الشاشة تصير سودا، بنعد 1 2 ونشيل ايدنا عن الباور وبنضل ضاغطين على خفض الصوت لغاية ما يدخل بوضع الديفيو مود. بالطريقة هاي ضغطنا خفض الصوت وهي باور 1 2 ورفعت ايدي عن الباور وضلت ضاغط خفض الصوت، دخل معي على وضع الركب. خلص بترك الجهاز، برجع على البرنامج وبعمل تشيك ديفايس. زي ما انتم شايفين هون التعريفات. طبعا يا جماعة انا خربطت تعريفات جهازي كاملة عشان يصير عندي المشكلة اللي بتصير عندكم على الفيلد، عشان اعرف انه لهاي الاداة حلتها ولا لا. على الاداة الثانية بتعطيني فيلد، هي هون اعطى ايش فيلد، شفتوا يا جماعة شو حلها. حلها بنروح على نرجع باك، نروح على هذا البرنامج ونشغله.
نرفع الكيبل، نرجع نشبك الكيبل، بعدها بنضغط هون رن لغاية ما يعطيني هون اوكي. شفتوا كيف يا جماعة؟ مباشرة هون برجع بعمل تشيك ديفايس. هذا البرنامج بيساعدك انك تدخل الجهاز في وضع الروم ديسك عشان ما يطلع من المشكلة، عشان يعني تنحل عندك المشكلة. بنروح على بوت رام ديسك، يعني هاي الأداة بتساعدك انه يبطل يطلع عندك فيلد. بدك تمشي معي زي ما انا عملت بالضبط يا جماعة عشان نخلص من موضوع انها بتعمل فيلد. هاي البرنامج شغال، هاي الأداة خلص يعني هي مرة واحدة بتشتغل وخلص، ما بنعمل شيء تاني. طبعا الأداة بتدعم هاي الأجهزة. اترك لكم اياها هيك مبينة، هاي الأداة شغالة والجهاز برضو هي واضح لكم. يعني بحاول قدر المستطاع أبسط الأمور بكل الطرق اللي بقدر عليها يا جماعة، بس المشكلة السؤال نفسه دائما يعني، والمشكلة اني بحكي دائما ادخل على الريكفري بعدها على هاي، بس في ناس عندها مشكلة بالتعريفات. زي ما انتم شايفين الجهاز بلش ياخذ من الأداة، زي ما انتم شايفين شايفين الجهاز كيف بلش ياخذ. يعني حكيت على الموضوع هذا كثير يا جماعة، بس يعني هاي الأداة هيك مع الزر هاد بحل لنا هاي المشكلة. هلا بعدين بعد ما خلص بنضغط هون هلو اكتف اي او اس. بعد ما خلص واعطانا هاي الامر بنضغط على اوكي وبننتظر. طبعا زي ما انتم شايفين الجهاز تحت بعد وشغل، بنتركه يشتغل على راحته. هاي الأداة بدون تسجيل دخول بدون أي شيء. يا ريت كل واحد بيزبط معه الجهاز يكتب لي بالتعليقات. إن شاء الله أنا هيك بنكون حلينا موضوع الفيلد اللي بتصير مع الناس، اللي هي بتصير مع الناس اللي أجهزته مش جاهزة للسوفت وير اللي هو بيفك جهازه. زي ما أنتم شايفين خلص، نضغط له أوكي. هيك حولنا على وضع الريكفري للجهاز. تمام، بدنا نطلع من وضع الريكفري. اما بتضغط باور وخفض الصوت، او في اداه 3 تولز اللي عندك بتعمل اكزايت وسلامتك. وبننتظر. بتضغط خفض الصوت مع الباور شوي صغيره وتتركها، يعني اول ما تختفي الشاشه بتتركها، بيرجع بيشتغل معك الجهاز. خلينا نشوف الجهاز. زي ما انتم شايفين الجهاز اشتغل. هذا الجهاز اشتغل الجهاز 100% زي ما انتم شايفين. وان شاء الله راح الاقي لكم برنامج يعني نشغله بطريقة يشتغل الشبكة يكون مجاني. انا عندي مدفوع، تحبوا اعمل فيديو على المدفوع بعمله، عندي على EFT بقدر اعملكم اياه، بس بحاول الاقي لكم مجاني ان شاء الله وبشغل لكم اياه. ريت تعليقاتكم، لا تنسى الاشتراك. نراكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.